ملي كنجيو نديرو التحليل ديال الافلام السينمائيه كاملين كنحللو شنو داخل الفريم، كومبوزيشن، لايتينغ، كاميرا موفمنت، ولكن قليل فينا اللي كينتبه للفريم نفسه. وهنا غادي نطرحوا واحد السؤال، علاش الافلام القديمه كانت دايره بحال هكا الكادر على شكل سكوير وبلي بوند بالجناب، وعلاش الافلام ديال دابا لي بوند الفوق والتحت وكاينين شي افلام لي فول سكرين؟ معكم الحسن امواج، وهذه اول حلقه ديالي في يوتيوب اللي غادي نهضروا فيها على الاسبيكت ريشيو. الاسبيكت ريشيو بكل بساطه هي نسبه العرض على الطول ديال الكادر، واللي دائما كنعبروا عليها بواحد جوج ديال الارقام 16x9 4x3 2.35 to 1. شنو كيعني هاد جوج ديال الارقام؟ الا خدينا على سبيل المثال 4x3 aspect ratio وخدينا معهم واحد الوحده قياس متساويه، غادي نلقاو ان العرض في 4 وحدات على الطول اللي فيه 3 وحدات. خلينا نشوفوا شويه ديال الهيستوري على الاسبيكت ريشيو. الى رجعنا لبدايه السينما، فالشكل ديال الكادر كان تقريبا سكوير ماشي وايد سكرين، اي 4x3، وهذه هي الاكاديميك اسبيكت ريشيو. ومن بعد بدات السينما كتطور وبداو كيفكروا كيفاش يطوروا من الكواليتي ويانفلونسيو المشاهد اكثر، حتى جا اول فيلم لي وايد سكرين، الفيلم اللي سميتو شين واللي كان في 1953. ولكن في الصراحة هذا الفيلم ما كانش وايد سكرين، غير حطوا دي بوند من الفوق ومن التحت باش يغيروا الشكل ديال الفريم. مي هاد الميثود ما مشاتش بعيد بزاف، خصوصا انه شافوها كتاثر على الكواليتي. وفي نفس البيريود تقريبا جابنا هنري كريتيان اللي هو فرنسي الاصل، واحد التكنيك اللي مازالين كنستخدموها لحد الان، هاد التكنيك اللي هي الانامورفيك، واللي كتعتمد على واحد اللانس سبيسيال اللي سميتو الانامورفيك لانس. الفوتج اللي كانت كتصور شحال هذيك في الفيلم سترايف كانت شبه مشوهه من ناحيه الطول، فالدور ديال الانامورفيك لانس هو يضغط لنا ليماج من الفوق ومن التحت باش كترجع لنا السايز ديالها الاوريجينال، وفي نفس الوقت كتعطينا وايد سكرين. وهذا البروسيس اللي تسمى بالسينما سكوب واللي خلقات لنا واحد الاسبيكت ريشيو جديده اللي هي 2.35 to 1. واول فيلم تصور بهذا التكنيك اللي هو فيلم ذا روب، واللي كان فريمون فريمون شي حاجه اللي صداع. ومن بعد بدات السينما كتتطور ورجعوا معها بزاف ديال الاسبيكت ريشيوز، السينوراما، سوبر فيجن والفيستا فيجن. السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس، علاش هاد الاسبيكت ريشيوز اللي ذكرت من بدايه الفيديو لدابا ما كنسمعوهمش بزاف؟ واشهر اسبيكت ريشيو كنسمعوها هي 16x9 او لا 16x9، لانه 16x9 هي ستاندرد اسبيكت ريشيو. التلفازه ملي كانت يلاه بانت فكان الشكل ديال السكرين ديالها مربع تقريبا، والافلام اللي كانوا كيتعرضوا فيها منهم اللي وايد سكرين ومنهم اللي 4x3. فالمشكل اللي كان هنا ملي كيتعرض شي فيلم اللي وايد سكرين فالتلفازه كتكروبي لك بالجناب، وداكشي علاش فكروا في شي اسبيكت ريشيو اللي تقدر تفرج فيها على كلشي وتكون ستاندر ما بين 4x3 و 2.35 to 1، واللي هي 16x9. داكشي علاش كنلقاوها فين ما مشينا، في لي زيكرون، في لي مونيتور، في لي تابلت، في لي تيليفون، وحتى في يوتيوب. كان هذا شويه ديال الهيستوري على الاسبيكت ريشيو، ولكن السؤال المطروح هنا شنو هي احسن اسبيكت ريشيو ممكن نستخدم في لا فيديو ديالي؟ الا سولتيني هذا السؤال بحال غادي تسولني شنو غادي تلبس، فكل نهار كتلبس حاجه على حسب الطقس وعلى حسب الستايل ديالك. نفس الشيء تقريبا كتختار الاسبيكت ريشيو بيزيك على جوج ديال الحوايج، اولا واللي هي اهم حاجه هي ستوري تيلينغ ولا الميساج اللي باغي توصل بهذيك الاسبيكت ريشيو. مثلا ممكن تستعمل 4x3 باش توصل انه شي حاجه كلاسيك او شي حاجه اللي دازت في واحد الحقبه زمنيه معينه، بحال فيلم جوست ستوري. هذا الفيلم اللي تصور بال 4x3 aspect ratio، والاحساس اللي بغى يوصلنا المخرج هو انه الشخصيه الرئيسيه محصوره، وكذلك استخدم هاد الكورنرز في الجناب باش يبين لنا انه الاحداث ديال الفيلم كامل تقريبا هما واحد الذكريات اللي عاشهم الشخصيه الرئيسيه. What is it you like about this house so much? History. ثاني حاجه اللي غادي تخليك تختار اش من aspect ratio تستخدم هي فين غادي تبارطاجا او فين غادي تشاف لا فيديو ديالك. فمثلا اذا كان يوتيوب يستحسن انك تستخدم 16x9 بهذا السايز هذا في الفول اتش دي وفي 4K. ولا بغيتي تخلي لا فيديو ديالك شويه سينيماتيك اكثر غادي تستخدم سينما سكوب اللي هي 2.35 to 1 بهذا السايز هذا في الفول اتش دي او لا في 4K. اما الا كنتي غادي تبارطاجي لا فيديو ديالك في انستغرام بوست يستحسن انك تستخدم بتو اسبيكت ريشيوز، الاولى اللي هي 1x1 واللي هي بهذا السايز هذا،
والثانيه اللي هي ال 4x5 واللي هي باد سايز. اما بالنسبه للستوري انستغرام تيك توك او لفيسبوك فيستحسن انك تستخدم بال 9x16 واللي هي باد سايز. هذا غادي نخليكم واحد اللينك في الديسكريبشن فيه كاع الاسبيكت ريشيوز وكل وحده لايش كتصلح وكل وحده بالسايز ديالها. هذا ما كان بخصوص الاسبيكت ريشيو. الى عجبكم هذا المحتوى ما عليكم الا تدعموني بلايك وتابوناو في لاشين وتقولوا لي في الكومنتير شنو المواضيع اللي ممكن نهضروا عليها في الفيلم ميكينغ. واهم حاجه هي تبارطاجيو مع صحابكم اللي تعم الفائده. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.